شركة هي كثيرة كما شفتوا على الدول. ثانيا الأجواء يعني شبابية بحيث أنه هاد السنة هذه كيصادف هاد الملتقى الشبابي كيصادف أيضا يعني اليوم العالمي للشباب، ولهذا فالاحتفال يعني مزدوج. وهاد العام أيضا كانت هناك تغييرات فيما يخص المضامين ديال التقدير الشبابي، وهذا اللي جعل انه كان هناك لقاءات مهمه وتبادل ويعني وانفتاح على الاخرين. وكما شفتوا كاين هناك حتى لوحات فنيه يعني اللي تم يعني التمازج فيها ما بين ثلاثة أربع فرق يعني أربع وفود عربية، وهذا يعني جميل بالنسبة للمغرب. وأيضا هاد الأجواء هذه لأنه كما كتعرفوا اليوم العالمي للشباب هو كيحث على أن إدماج الشباب وجعلهم يعني رافعة مهمة بالنسبة يعني للتحقيق استدامة في التنمية على في أفق 2030.